اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. هقدم لكم النهارده اهم الاخبار الرياضيه اللي حصلت. البدايه من كاس العالم والمباراه اللي بتقام دلوقتي بين الارجنتين وكرواتيا واللي بتشهد تقدم المنتخب الارجنتيني بنتيجه 3-0. بكره في مواجهه قويه منتظره بين المغرب وفرنسا في النصف النهائي. منتخب المغرب بيسعى لمواصله رحلته التاريخيه في مونديال قطر والتاهل للنهائي لاول مره في تاريخ العرب وافريقيا. كل التوفيق لمنتخب المغرب ممثل العرب في مواجهته قدام فرنسا بكره. لسه مع اخبارنا العالميه، والنهارده محكمه اسبانيا بتعلن براءه نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان وباقي المتهمين في قضيه الفساد الخاصه بانتقال اللاعب من نادي سانتوس لنادي برشلونه في 2013. واكدت المحكمه في بيان ليها ان ما تمش اثبات وجود عقد مزور او فساد في صفقه انتقال اللاعب البرازيلي. ومن الكره العالميه للكره المحليه، والبدايه من نادي الاهلي اللي واصل استعداداته لمواجهه فريق فيوتشر في الدوري. مارسيل كولر اجتمع باللاعبين قبل المران وعمل لهم محاضره بالفيديو لمده نص ساعه. وشاركه اللعيبه اللي لعبت امبارح قدام الاتحاد السكندري في جزء من التدريبات البدنيه في الملعب قبل استكمال باقي التمرين في الجيم. طبيب الاهلي كشف تفاصيل اصابه بيرسي تاو اللي تعرض ليها في مباراه الاتحاد السكندري. طبيب الفريق اكد ان تاو تعرض لاصابه في العضله الخلفيه، والفحوصات الطبيه اللي خضع عليها هتحدد موقفه من اللحاق بمواجهه فيوتشر المقبل. لسه مكملين مع اخبار الاهلي. تمرين النهارده كان موجود فيه النجم الانجولي فلافيو مهاجم الاهلي السابق واللي حرص على زياره فريقه السابق على هامش تواجده في القاهره لحضور فعاليات قرعه دوري ابطال افريقيا امبارح. ومن الاهلي للزمالك، استأنف الفريق تدريباته النهارده استعدادا لمواجهه البنك الاهلي في الدوري بعد الفوز في المباراه الاخيره على بيراميدز بنتيجه 1-0. تدريبات الزمالك النهارده كان موجود فيها كل اللعيبه ما عدا عبد الله جمعه اللي حصل على راحه سلبيه من التدريبات بسبب شعوره بالارهاق، وكمان زميله مصطفى شلبي اللي تعرض للاجهاد العضلي بعد مشاركته في لقاء بيراميدز. نروح للاتحاد السكندري واللي اعلن عن قرارات قويه بعد الخساره من الاهلي في الدوري بنتيجه 3-0. مجلس اداره الاتحاد اعلن ايقاف مستحقات لعيبه الفريق حتى تحسن النتائج مره ثانيه. وافق المجلس على رحيل محمد ابراهيم المدرب المساعد في الجهاز الفني لزعيم الاتحاد. وبكده كنت خلصت اخبارنا النهارده، ومستمرين معاكم بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس.